الإمام علي بن أبي طالب في الفكر المسيحي. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. صدق الله العلي العظيم. ليست العشيرة من الذرية الآتية فقط، ولكنها من الذرية السابقة أيضا. إنها من ذرية الأنبياء والحنفاء والأولياء والمرسلين. ولفلسطين دور جوهري رباني نحو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، بل لكنيسة القدس مسؤولية كبرى تجاه هذا التراث العربي الأصيل، ولمسيحيي المشرق دور في الحفاظ على الإسلام الحقيقي الودي الذي حافظ على الأديرة والكنائس، والذي سمح به الله عز وجل تأديبا للمغضوب عليهم والضالين. مدد الإمام علي عليه السلام حاضر معنا إلى يومنا هذا من خلال شيعته المخلصة والصادقة والأمينة بأخلاقها، التي هي ليست سوى انعكاس لحكمة متعالية وبلاغة سامية. إنها شيعة وليها وإمامها علي، ولأجله صار الموت ولاء لأهل البيت الكرام، ومنها خرجت تسمية الشيعة بالمتاولة، أي هؤلاء الذين يموتون أولياء وأوفياء لعلي وللعلي الذي دعا الحنفاء الذين خرجوا من عالم الفتن والحروب والفلسفات العقلانية الغريبة عن عالمنا. هؤلاء الأمناء على إيمان إبراهيم الحنيف الذي خرج من أور، والتي تعني حرفيا المدينة. من بين هؤلاء الصادقين الشجعان والأبطال البواسل خرج الإمام علي بن أبي طالب مسلما حنيفا وبابا لمدينة العلم وحكمتها. نحن المسيحيون المشرقيون الفلسطينيون أبناء كنيسة الرسل والأنبياء معنيون بهذه العلوم، وعلينا أن نستنبتها ونستخرج شذى العطور الفردوسية منها، لكي نطهر الشوائب الفكرية التي أدت بنا إلى الابتعاد عن جوهر بساطة إبراهيم وإيمانه. نحن لا نستغرب العداء الذي أحاط بالإمام علي، لأن عداء الأمس هو عداء اليوم حتى ولو تغيرت الوجوه. نحن في فلسطين أم الكنائس نعاني اليوم من متآمرين مسيحيين أشبه بالصليبيين الفرنجة، ومن تكفيريين طائفيين لا ينتمون للإسلام الحقيقي. للأسف هم من ديارنا، ولكنهم متصهينون وأشكالهم عربية مشرقية، ولكن لباسهم غريب ومقتبس، وأفكارهم غربية غريبة عن واحات بقاعنا المباركة. صلة القربة تجمعنا بالإمام علي عليه السلام، وهي من الذرية السابقة والممهدة للعقيدة التوحيدية. لنا في أدبيات الإمام علي مروج أساسية وجوهرية لاستعادة سامية اللاهوت السامي بعلويته وعلوه الصوفي الصافي والنقي، لكي من عليائه تنحدر إلينا كل عطية صالحة وموهبة كاملة من لدن رب الأنوار. الإمام علي عليه السلام قطب لنا ومصباح وسراج
ومنارة زاد نوره بنور البدر الساطع، واستقت من مياه شذا عطره علوم البلاغة، وتفجرت من السيدة فاطمة عليها السلام أزهارا ومياها كوثرية. نحن المسيحيون المشرقيون في فلسطين وكل المشرق قلة، ولكننا لسنا أقلية. نحن خميرة المشرق ونسعى لاكتشاف دررنا وكنوزنا المطمورة تحت التراب. عشقنا للإمام علي عليه السلام عشق لبلاغته وحكمته ونهجه، لكي نستنبط ونستخرج الكنوز المخفية من تحت التراب، ونستعيد عافيتنا لكي نكشف المحجوبات التي ستغير وجه الشرق، متحررين من كل انتداب ديني وسياسي غريب عن أرضنا. بين المهدي والمسيح جسر وصراط لا يحتمل الكذابين والمنافقين أمثال الصهاينة والمطبعين. هو سلم إلى السماء سار به المصطفى في الإسراء والمعراج، من أقصى فلسطين إلى القيامة في القدس العلوية. للإمام علي مكانة خاصة في فلسطين بين المسيحيين، لأننا لا نستطيع أن ننكر الولاية والحجة لإمام أسلم وجهه لله زاهدا عابدا متجردا عن متاع هذه الدنيا وسرابها العابر. نحن كفلسطينيين معنيون أولا وآخرا بكرامة الإمام علي بن أبي طالب. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.